المرتقى المنتخب وبعثمان شهيد الدعري جهاز الجيش غلاو النجوم وعلي صنع الخير على خلق ما طلع الباب وأرد مرحبا ماذا تقول إذا غصبت لحافه ماذا تقول وفي حشاك ضراه ماذا تقول قل يا أبا الكرام هذه حالتي أنت الرجل المأمول وأنت إمام قل يا أبا الإنعام إنا في الحمى هذا حماكم روضة ومقام قل يا عطاء الله من دانت له كل الرقاب لتوصل الأرحام أشكو إليك ولست أفشي خافي عنكم فأنتم للأنام زمام يا سيدا من سيد ومبين أحبابي حيث أقام والله ما حنث اليمين فإنكم أنتم أمان الكون أنت سلام والله ما حنث اليمين فإنكم أنتم أمان الكون أنت سلام يا سيدا من سيد ومبجل يا ملجأ الأحباب حيث أقاموا يا فلكم حبيب الله عين عناية والواحظ ترمى به النسيان عشقتك عيني عشقتك عيني فابتليت بصحوة هل
وجدك تنام. يا نعم بطني يا نعم بطني قد حواك ويا له نسب له. يا نعم بطني قد حواك ويا له نسب له. أهل السماء خدام وقد اصطفيت وأنت أنت مؤيدي ولباسي التقريب والإحرام. هؤلاء الذين الله آثرهم وزادهم ثم أدناهم له قربا. Yeah.
ثم أدناهم له قربا. قد أربى وزاده ثم أدناهم له قربا.
سلمت سلمى على الحجر الذي به العهد والتفت عليه الأصابع وهل بلواس العين سلعا متيم بكاظمة ماذا به الشوق صانع أولي
أهل الحي نالوا عن قضانا مالي أهل الحي ما نعلم الله أو أن نعاني بعد هذا
أهلي الحي أو تضغهون
نجواه ما من عبيد يرتجيه والي إلا رجاء يوم اللقاء يلقاه هو صاحب ذكر الرحيم وإنه سر ثناي ربه رباه سنيات الكمال وإنه يا باسنا عن والسنا يا باه يخشى مجا نبض الصواب ويد عصرات خوض نومي تغشاه هو أحمد في قابي قوسين جناه وله لواء الحمد ما اسماه هو رحمة والأمهات به اقتدت رب الرحيم ربه سماه ومن صفاء كنه أعظم آية وصفوة والكون وبعد صفاه وغرة الأعيان وهو غرارها قرت عيون الكون في مرآه ومن عليه الله صلى قدر ما لا تعلم الأكوان كم أهواه هذه نفيحات ولست بمادح من أن يرى ما مادح حاشاه Surah Al-Alaq
عليه بادرات الأشواق فهي قناع ويا مجيبا
سهام الحبرتين سهامها علي فكلتها سهام أصابتي فاونة ترمي حرام بسهمها فأصبح مملوكا وتلك مليكتي. وحين أرى العنقاء بالسهم قد رمى أصابت عبيدا صار نعم الرمية وعاهدتان كتم أسرار سرها صرت خفيا والخفاء مزيتي. تعهدت علي بالرعاية والقرى فصرت كريما والكرام حالتي وعلمت علي ما به الأمر قائم صرت عليما والقرائن دلتي. وآثرتاني عن سوايا بقربة فصرت خليلا قد رضيت بخلتي فلا عجب لي سعيت لدارها ففيه لباثي بل وفيها معيشتي وفيه صيحابي وجدي قائم يصلي وفي محرابها نعم سجدتي. فأركع تعظيما وأرفع شاكرا أشاهد ما أبغيه في رفع هامتي تبارك من أفنى الفناء ببغائه أزال غشاوات بنور فتيلة الهدى فبقائه من قديم بقائه كذلك نوري من عظيم الأشعة. قضيت سنين أرتجي ساعة اللقاء لذاك تعال أغنى أغنى أحبتي وراق شرابي مرتشاشعة خمرها لذاك تبادلنا كوس المودة وفي الحانة الكبرى أرى الجمع ساكنا وقام رسول الله يخطب جمعتي.
وبك الأنبياء طول العقود. يا من الأمر حوله يديك عقد وبك الأنبياء طوط العقود. أمنه الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء طوط العقود. حيث عز شهود طاب شهودي يا علي الجناب صاح شهود. يا من الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء والتقى فيك يا مؤمل قوم كلما عينوك غار الوجود. يا من الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء أضرمت في حشا محيي بك نار نعمتي النار بل وليعمل وقود. يا الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء والرقى فيك والقعود سواء مع غيب بدا نحن الورود. يا من الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء والرقى فيك والقعود سواء ما غيب بدا ونحن الورود. أمنه الأمر حولي يديك عقد وبك الأنبياء أنت للأول
حسود Yeah.
والشهود So we